يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. مع شهر يناير في كل سنة بتهل بشاير الخير على المصريين وتحديدا على الفلاحين الكرام، بتبدأ موسم من مواسم حصاد الموالح في مصر. والحقيقة الموالح في مصر متميزة جدا، عندنا إنتاج كويس جدا من خلال الكمية المتوفرة منه، ومن خلال كمان جودة الموالح المصرية بقت علامة مسجلة في كل أسواق العالم. مصر بتعتبر من أهم الدول اللي بتنتج موالح في العالم، علشان كده بيكون عليها طلب كبير جدا في التصدير. لو شفنا أول 7 شهور من السنة اللي فاتت 2023، صادرات الموالح تخطت حاجز 1,900,000 طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية. ده بالتأكيد كان ليه عوائد كبيرة على المزارعين والمستثمرين، وكمان طبعاً على الدولة المصرية من خلال توفير العملة الصعبة. هي واحنا بنتكلم عن فتح أسواق جديدة وإن احنا نسبة الصادرات زادت، ده بيكون ليه معاني كتير جداً، من أهمها هذه الجودة أو جودة الموالح المصرية، وإنها لازم تكون ليها معايير محددة عشان تقدر إنها تنافس في هذه الأسواق العالمية، وتقدر مش بس إنها تنافس، إنها تكون موجودة بهذا الحجم. وإحنا بنتكلم عن البرتقال المصري تحديداً، ليه شهرة عالمية في التصدير للخارج، عشان كده إحنا بنصدر تقريباً 80% من الإنتاج سنوياً، ويمكن روسيا هي أكبر دولة بتستورد منا موالح، وتحديداً كمان البرتقال بنسبة 20% من الإنتاج. كمان السعودية بتستورد حوالي 10% من الإنتاج. كمان ده يمكن دليل على جودة وأهمية الحاصلات الزراعية المصرية. عايزين نقول لحضراتكم كمان إن مصر حجزت مكان ليها ضمن الخمسة الكبار في العالم، هي من أكبر 5 دول مصدرة للموالح، بتنافس دول كبيرة جدا وليها تاريخ في تصدير الموالح زي إسبانيا وجنوب أفريقيا. السوق المحلي الفاكهة البرتقال تحديدا ليها خصوصية عند المصريين، هي بيسموها كده فاكهة الشتاء، اللي بتكون متواجدة دايما في كل البيوت المصرية، سعرها معقول في متناول الجميع، وطبعا ليها فوائد صحية كتيرة جدا، غنية بفيتامين سي، يعني غير انها فاكهة هي كمان بتكون علاج للبرد، زي ما بيقولوا كده صيدلية ربانية موجودة في كل بيت، ممكن نعالج نفسنا ونحمي نفسنا من الفيروسات بتناول فاكهة البرتقال. هي مش بس كده، كمان احنا السيدات بنستخدم البرتقال في حاجات كتير قوي بقى، هنكن بقى اكلات بنعملها في البيت، الكيكه، كيكه البرتقال معروفه طبعا يا محمد، على الصبح كده حلوه قوي كيكه البرتقال، صح، ريحتها خطيره. احنا بنستخدمه في حاجات كتير الحقيقه. اه بتحب البرتقال اصلا؟ اه طبعا طبعا. برتقال ولا بتحب اليوسف افندي اكتر؟ هما الاثنين، بس هي عموما الفاكهه دي الموالح عموما هما 3 حاجات الموالح، الليمون والبرتقال واليوسف افندي، اظن ان هما مهمين جدا في كل طبعاً. بيت وكمان مليانين بالفوائد طبعاً. اكيد ده اكيد، والحقيقه البرتقال المصري فعلا مميز، يعني حتى لما بنبقى موجود بنشتري مثلا فاكهه، لا بنبقى عايزين البرتقال البلدي بتاعنا، بنبقى عايزين اليوسف افندي البلدي بتاعنا، مختلف الليمون البلدي بتاعنا. أنا معلش برضو. على أي حال احنا النهاردة معنا من بين فقرات برنامجنا النهاردة هيكون في فقرة من البحيرة، هنشوف فيها ازاي بيتم جمع محصول البرتقال وتجهيزه للبيع سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير. مرة تانية جمعة مباركة على حضراتكم، بنصبح عليكم مرة تانية، وصباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا لمياء، ازاي؟ صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في شبورة صباحا مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفي نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لوفد أمريكي يضم كل من السناتور كريستوفر فان أولن والسناتور جيفري
ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. جاء اللقاء في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصة في قطاع غزة. خلال الاجتماع جدد الجانبان الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضي. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بمصر بما يضمن مراحل الإنتاج المختلفة، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد أمريكي بيضم كل من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. جاء اللقاء في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصة في قطاع غزة. وحرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي اللي تضمنت التجديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين اللي تعرضوا للنزوح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة الزراعة، خصوصاً متابعة زراعة محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بمحور تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض موقف عدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح قريباً في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس على مدار عام 2023، وثمن رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل اللجنة على مدار العام، ووجه بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصة هؤلاء اللي بيحتاجوا لاستجابات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية. امبارح توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. خلال اللقاء أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لقداسة البابا توادروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قام يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وده بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح بيمثل إحياء لقيم المحبة والتسامح والسلام اللي دعت ليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، وأعرب عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم، مؤكداً أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذج فريد لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، واللي بتأتي في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التعليمية والتدريبية اللي بتنفذها القوات المسلحة. وقام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات اللي بتحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة، وذلك للاطمئنان على المستوى التعليمي والتدريبي بها. كما ناقش عدد من المعلمين والمتدربين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات.
نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من البحر الأحمر حيث تم الانتهاء من تجديد شبكة المياه في الغردقة بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنيه. في محافظة البحيرة تم تطهير 70% من المصارف والمساقي استعدادا لموسم الشتاء. أما في الجيزة وتحديدا في أبو النمرس فيتم النهاردة قطع المياه عن بعض المناطق في أبو النمرس لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الصيانة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى نعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحر الأحمر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بعدة مناطق في الغردقة بتكلفة 22 مليون جنيه، ومن المناطق اللي تم الانتهاء من تجديدها منطقة شيري ومنطقة جبل العفش. في سوهاج تمت الموافقة على تخصيص 12 شقة سكنية لاستخدامهم كاستراحة وسكن للهيئة التمريضية بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمنطقة البنوك، وده تيسيراً للعمل للأطقم التمريضية بتوفير مسكن قريب من عملهم بالمستشفى الجديد. في البحيرة نفذت مديرية الزراعة عمليات تطهير ل 2207 كيلو متر من المساقي و 1211.25 كيلو متر من المصارف، وبتستهدف خطة التطهير الترع والمصارف كافة ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية، وبلغت نسبة التطهير بمراكز المحافظة 70%. في المنيا أعلنت رئاسة مركز ديرمواس عن خطة الرصف بشوارع ديرمواس وعددها 61 شارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024، وده لتخفيف الضغط على الحركة المرورية بشوارع المدينة والتيسير على المارة من المواطنين وقائدي المركبات. في الجيزة أعلنت المحافظة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس، وحيتطلب ذلك قيام الشركة بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة 10 مساء اليوم إلى الساعة 8 صباح غدا السبت، وبتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه أبو النمرس، ترسة، نزلة الأشتر، شبرمنت، ومانيا الشيحة. في مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم إنه هيتم تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية صباح غد السبت بقاعة مجلس العمد والمشايخ. تأتي المبادرة دعماً من المديرية للطلاب وتيسيراً على أولياء الأمور، وهيتم تقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية. دلوقتي نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. متوقع كمان سقوط لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفي كمان نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو النهاردة. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. تدريجيا هنبدأ نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية اللي هيكون معها ارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار في معظم الأنحاء. كمان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وخاصة في المحافظات الداخلية درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجة لدرجتين. عظمى على القاهرة الكبرى اليوم هتكون 21 درجة مئوية، فبالتالي طقس شتوي ومشمس مائل للدفء على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، دافي بشكل كبير في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار، وبيكون كمان تحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون بشكل كبير ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر
فترة الصباح الباكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة كمان المحافظات اللي ليها ظهير صحراء بشكل كبير زي شمال الصعيد ووسط سيناء، الأماكن المفتوحة، المدن الجديدة، وفي فرق درجات حرارة بين فترة النهار وفترة الليل كبير ومحسوس، لأن احنا فترة النهار بنحس بالدفء بشكل كبير، فترات الليل بنحس بالبرودة بشكل كبير. كمان اليوم فرص الأمطار هتقل عن أمس وتكون أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري، وكمان أمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. لكن مجمل أمطار اليوم في كافة المناطق هي أمطار خفيفة، مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان الشبورة المائية يمكن اليوم كثافتها قلت عن الأيام الماضية، لكن ظلت الشبورة المائية ظاهرة جوية بتأثر فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني بكتير ساعة كمان والشبورة المائية هتتلاشى تماما من على أغلب الطرق، ويكون في تحسن في الرؤية الأفقية بشكل كبير. لكن هنوه على بكرة وبعده إن هيكون في الشبورة المائية توصل لحد الضباب في بعض الأماكن، فلازم هناخد بالنا من الشبورة المائية لأنها ظاهرة جوية مؤثرة معانا على الأقل في 72 ساعة اللي جاية. بالإضافة كمان استمرار درجات حرارة أعلى من المعدلات، ويمكن مع يوم السبت إن شاء الله بكرة تكون فيها ارتفاعات طفيفة كمان في قيم درجات الحرارة. هل في نشاط للرياح يا فندم؟ نشاط رياحي اليوم هيبقى موجود في بعض الأماكن فقط من جنوب سيناء، يعني غير محسوس تماما في أي منطقة من مناطق الجمهورية، فقط أماكن من جنوب سيناء هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة مع فترات المساء في جنوب سيناء فقط. باقي مناطق الجمهورية فيها اعتدال بشكل كبير في سرعات الرياح، ويمكن ده بدوره هيدي مردود حلو كمان على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية البحر الأحمر والبحر المتوسط. طيب اللي بتنشط فيها الرياح وسرعة الرياح، هل هي محملة برمال وأتربة؟ لا، غير محملة بأي أتربة ورمال مسارة الحمد لله، فقط هتخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. هي بصفة عامة الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، ما كانش أغلب المحافظات فيها استقرار تام في الأحوال الجوية، ما فيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية، نقدر نستمتع بفترة الأجازة وفترة الأعياد، بس هنخلي بالنا من نوعية الملابس وفرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، بلاش ننخدع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار، ونغير نوعية الملابس بشكل كبير، نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخر. وطبعا خلال الأيام اللي جاية بشكل كبير لازم ناخد بالنا من الشبورة المائية لأنها قد تصل لحد الضباب في بعض الأماكن، فالصبح واحنا سايقين على الطريق لازم القيادة بهدوء تام ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، طبعا نتبع كافة تعليمات المرور. ومهم كمان ان احنا في الفترة دي لازم نتابع النشرات الجوية، لان فصل الشتاء دايما بيحصل فيه تغيرات في حالة الجو زي الفصول الاخرى الربيع والخريف، فلازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 21-12، اسكندرية 21-11، العلمين 20-10، مطروح 20-11، دمياط 21-13، بورسعيد 21-11، الإسماعيلية 22-12، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 11، العريش 21-10، كاترين 15-5، طابة 22-13، حلايب 25-19، شلاتين 26-18، شرم الشيخ 24-16، الغردقة 24-16، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 13، بني سويف 22-12، الوادي الجديد 23-10، أسيوط 23-8، سوهاج 22-9، وقنا 24-10، الأقصر 24-10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 25 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. أشكرك شكرا جزيلا يا لميا. دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد الساعة 2 ظهراً بكنيسة قصر الدبارة الإنجيلية، وده بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندري زكي، وأيضاً قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة والمدة المقدرة لها مسبقاً ب15 دقيقة. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد. هيلتقي برنتفورد مع وولفرهامبتون في تمام الساعة 9:15 ليلاً. في التاسعة هيلتقي فولهام مع روثرهام، وفي العاشرة ليلاً هيلتقي توتنهام مع بيرنلي. في اهتمام كبير جداً بزيادة إنتاجية القمح والتيسير على المزارعين لهذا المحصول الاستراتيجي، عشان كده في مبادرة بيدعمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اسمها ازرع. المبادرة دي قدرت إنها توفر تقاوي لمحصول القمح بتخفيضات وصلت ل 50%، وتم الاستفادة منها في زراعة 450 ألف فدان قمح بالوادي الجديد. مبادرة مهمة جداً، نتعرف على تفاصيل أكتر حول مبادرة إزرع مع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد. بنصبح على حضرتك دكتور مجد، صباح الخير. أهلاً يا فندم، أهلاً بالسادة المستمعين، أهلاً أستاذ محمد، أهلاً أستاذة جومانة، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة أعياد طبعاً أخواننا الأقباط، وكل سنة وحضراتكم طيبين. والحمد لله كانت مبادرة أكثر من ممتازة، طبعا كانت بدعم من طبعا الكنيسة الإنجيلية والتحالف الوطني، وكان مخصص للمحافظة حوالي 120 ألف فدان. طبعا كان التقاوي بناء على تعليمات معالي السيد وزير الزراعة بتوفير تقاوي المبادرة، والحمد لله وزعناها على مستوى طبعا مراكز وقرى محافظة الوادي الجديد. الحمد لله احنا طبعا مش اول مرة محافظة الوادي الجديد، السنة اللي فاتت زرعت حوالي 436 ألف فدان، انتجنا حوالي اكثر من مليون طن من القمح. فيعني الحمد لله زراعة الوادي الجديد القمح ده رقم مهم جدا، واحنا حابين برضو نتعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة، مبادرة ازرع اللي اطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي للتنموي من سنتين، وكانت بتستهدف الى يعني زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح. الوادي الجديد خلال السنتين دول، السنة اللي فاتت والنهاردة السنة دي، استفادت قد ايه من هذه المبادرة على كافة المستويات، سواء التقاوي أو الأسمدة أو غيره، أو الإنتاجية الخاصة بمحصول القمح؟ هي طبعا يعني تعتبر مبادرة الإزرع كانت أول سنة، هي نفذت في محافظات أخرى، ولكن كانت السنة دي أول سنة تتنفذ في محافظة الوادي الجديد. طبعا الميزة فيها إن هي كان بتخفض ثمن التقاوي بنسبة 50%، يعني بالراحة كده شكارة بفلوس وشكارة مجانا، فطبعا في إقبال كبير من السادة المزارعين. كان طبعا زراعة 2 فدان طبعا و5 فدان بالنسبة للي عنده حيازة أكثر من 2 فدان، فالحمد لله تم توزيع هذه التقاوي على كل قرى المحافظة. وحاليا دلوقتي بننتهي من الحصر للكميات اللي توزعت بالمبادرة، وأيضا احنا كمان سجلنا حوالي أو حصرنا حوالي 310 ألف فدان خارج المبادرة، فنتمنى إن شاء الله إن احنا نوصل للمساحة اللي حضرتك قلتها في بداية اللقاء. طيب يا فندم، عشان نقدر نحقق هذا المستهدف بكل تأكيد في تسهيلات مختلفة بجانب فكرة التخفيض بنسبة 50%، إيه التسهيلات اللي ممكن تقدم كمان للمزارعين؟ هي طبعا المبادرة بتقدم تسهيلات إن هي بتتابع زراعة محصول القمح عن طريق طبعا أعضاء مجلس البحوث الزراعية، السادة الباحثين بمركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، مديرية الزراعة
مركز بحوث الصحراء، كل الكوادر العلمية طبعا في عبارة عن فرق بحثية، بيتم أسبوعيا عمل ندوات ومتابعة زراعة القمح من بداية زراعة التقاوي وحتى الحصاد، حتى نحصل على الحمد لله احنا متوسط انتاجيتنا حوالي السنة اللي فاتت كان في حدود 18 أرداب. وطبعا في بعض المزارعين وتكرم عندنا 2 مزارعين، واحد من الخارجة وواحد من مركز باريس، كرموا يعتبر وصل الإنتاجية حوالي 28 أرداب للفدان. دكتور مجدي، يعني بتتم زراعة محصول القمح المحصول الاستراتيجي يعني وفقا لأحدث أساليب وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بيتم تطبيق ما يعرف بالزراعة الذكية، مفهوم جديد وإحداث تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة. كلمنا أكتر عن هذه التكنولوجيا وإزاي بتساهم في زيادة إنتاجية الفدان. طبعا هي الزراعة الذكية مش في القمح بس، لا في جميع الزراعات، وحافظ وادي جديد الحمد لله أكاد أقول لك إن إحنا الزمام المنزرع بتاعنا أو المساحة المنزرعة حوالي 750 ألف فدان، أعتقد إن إحنا عندنا حوالي 650 ألف فدان بيزرعوا بنظم الري الحديثة، سواء ري بالتنقيط، سواء بالرش ثابت، سواء بالري المحوري، وأخيرا طبعا الري المطري. طبعا أيضا الزراعة بتتم بالآلات الزراعية الحديثة، الحصاد بيتم بالكومباين اللي هو بيقوم بعملية حصاد القمح. فيعني حضرتك كل الزراعات حاليا في محافظة وادي جديد زراعة متطورة. جميل. وطبعا احنا الحمد لله عندنا شركات استثمارية وجهاز الخدمة الوطنية زارع مساحات كبيرة جدا جدا، فده ايضا بتطبق فيه الزراعة الذكية مش في القمح بس، في جميع الزراعات. ونتمنى ان شاء الله ان احنا دايما مساحة القمح تكون في زيادة مستمرة عشان نحقق لبلدنا ان شاء الله الاكتفاء الذاتي في ظل طبعا الظروف الحالية اللي موجودة في خارج دول مصر. يعني يمكن طبعا ده المستهدف او الهدف الاكبر يا دكتور مجد، لكن خليني اسأل حضرتك برضو عن التقاوي ونوع التقاوي وجودة التقاوي. هل بيتم التواصل او التعامل مثلا مع المراكز البحثية لاستخدام تقاوي محسنة او تقاوي معدلة؟ طبعا بالنسبة للتقاوي بتجهزها طبعا الإدارة المركزية للتقاوي تابعة لوزارة الزراعة، وزارة الزراعة ملف موضوع زراعة القمح مهتمة بيه جدا جدا، معالي السيد المحافظ الوادي الجديد مهتم بزراعة القمح. احنا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا بنعمل حصر كل 3 أيام وبتم ارساله الى وزارة التنمية المحلية، كل الوزارات المعنية مهتمة جدا جدا بمتابعة زراعة القمح. التقاوي بتتوفر طبعا عندنا محطة للغربلة، عندنا أصناف فائقة الإنتاجية. المزارع عندنا الحمد لله يعني كل الزراعات عن طريق الزراعات التقاوي اللي بتجيلنا تقاوي معتمدة، طبعا بيشرف عليها مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث القمح. يعني الحمد لله عندنا التقاوي ما فيش عندنا أي مشكلة، وما زال الحمد لله عندنا تقاوي جاهزة لأي استخدام وأي زراعة إن شاء الله. يعني حضراتكم مع المزارع من المرحلة الأولى من بداية الزراعة وحتى وصولا من تجهيز الأرض. من تجهيز الأرض. يعني إحنا الحمد لله محافظة الوادي الجديد تعتبر حتى في الحقول الإرشادية إحنا جالنا حوالي 1400 فدان حقل إرشادي. طبعا الدولة المصرية ووزارة الزراعة مهتمة جدا جدا بالتوسع في زراعة محصول القمح. يكاد يكون نحن حتى في الحقول الإرشادية لنا نصيب الأكبر في المساحات اللي بتتم زراعتها، في إشراف كامل من الحملة القومية. جميل. للنهوض بمحصول القمح اللي بتشرف عليها طبعا أكاديمية البحث العلمي. الأرقام اللي حضرتك قلتها لنا يعني استهداف 1,000,000 فدان، دي أرقام مبشرة بالخير جدا من الوادي الجديد. حابب بس أعرف من حضرتك المرحلة التالية بقى. هو مليون طن ساعتها. مليون طن، عفوا أنا آسف. يعني أنتجنا السنة اللي فاتت حوالي مليون طن. مليون طن. من القمح. وهل تعرف سعادة حضرتك إن محافظة الوادي الجديد بتستهلك من هذا المليون 30,000 طن؟ يعني عندنا
المحافظات الأخرى بتاخد من محافظة الجديد حوالي 970 ألف طن مصدرة للمحصول، بتوزع على جميع المحافظات الحمد لله. السؤال لحضرتك، مرحلة ما بعد الحصاد وجني المحصول بتتم إزاي، وإزاي بيتم النقل والتسويق والتشوين كمان، المرحلة مهمة جدا لهذا المحصول؟ عندنا طبعا الحمد لله إحنا عندنا عندنا صوامع، صومعة سعة 60 ألف طن في شرق العينات، عندنا صومعة في الخارجة حوالي 45 ألف طن. وزارة التموين بتقوم بعملية نقل الكميات الأكثر من استيعاب الصوامع إلى خارج المحافظة في سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم، غير طبعا صوامع التابعة للقوات المسلحة. يعني الحمد لله بتتم بيسر جدا جدا. المزارع عندنا مجمعات، الجامعات الزراعية بتجمع محصول القمح، طبعا النقل بيكون بين المراكز والقرى بيبقى ميسر جدا جدا، بتبقى طبعا في شكاير. الحمد لله ما فيش اي شكوى في السنوات الماضية من عملية حصاد القمح. الحمد لله حتى الآلات الزراعية اللي بتحصد القمح اللي هو جهاز كومباين الحمد لله متوفرة جدا جدا في المساحات الكبيرة او الاماكن اللي فيها مساحات كبيرة من زراعات القمح. فالحمد لله ما فيش اي مشاكل فيه حتى ما بعد الحصاد، في متابعة دقيقة من وزارة الزراعة، في متابعة دقيقة من معالي السيد المحافظ، أجهزة الدولة كلها بالكامل بتتابع حصاد القمح، وإحنا إن شاء الله نتبشر خير بإذن الله، تكون محصولنا إن شاء الله يفوق العام الماضي، ونتمنى إن إحنا دائما وأبدا في توسع في زراعة القمح لتحقيق إن شاء الله الاكتفاء الذاتي لمصرنا الحبيبة بإذن الله. دكتور مجد، بالنسبة للمبادرة، هل كل المزارعين ممكن يشتركوا في هذه المبادرة ويستفيدوا منها ولا في شروط؟ لا حضرتك، كل المزارعين بيستفادوا بيها. يعني احنا حتى بعض المزارعين عملنا تجمعات للمبادرة من 5 لـ25 فدان، كل المزارعين ما فيش شروط، هي مبادرة أكثر من ممتازة، وإن شاء الله نتمنى إن هي السنة الجاية نتوسع فيها. كل مزارع في كل قرية وكل حوض تم توزيع التقاوي عليه، يعني ما فيش اي مشكله من عمليه الحصول على التقاوي. طيب سريعا يا دكتور، خليني اعرف من حضرتك، بالنسبه انه الملف الاهم والابرز واللي بيشغل بال العالم كله فكره التغير المناخي، هل لوحظ اي دور لتغير المناخ على المحصول السنه دي؟ المحصول السنه، لا يعني السنه اللي فاتت الحمد لله، او لظروف الزراعه باي شكل؟ لا لا لا، الحمد لله التغيرات المناخيه بالعكس، يعني احنا السنه دي احنا كان عندنا ميعاد الزراعه الامثل من 5 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، لا التغيرات المناخيه كانت في الصالح، يعني ممكن وصلنا لزراعه القمح لما بعد يعني 15 ديسمبر، فادانا مساحه من الوقت ان احنا نزرع كميات اكثر، فما عندناش اي مشكله حصلت بالنسبه للتغيرات المناخيه، لا بالعكس احنا عندنا الجو دافي. لو انتوا شفتوا حضرتك درجات الحراره من 23 ما بين 23 و10، فيعني الحمد لله ما فيش اي مشكله تمت او حصل اي مشكله من التغيرات. يا رب ما يبقاش في اي مشكله. في صف طبعا زراعه القمح. يا رب ما يبقاش في اي مشكله الفتره اللي جايه. سريعا كده دكتور مجد بعد اذنك، حابين نعرف كمان ايه انواع المحاصيل الاخرى غير القمح؟ طبعا الوادي الجديد بتشتهر او يعني بعده محاصيل اخرى مهمه كمان بتعتبر اضافه للمحاصيل الزراعيه في مصر. احنا عندنا طبعا المحصول الاول، طبعا عندنا المحصول الاول محصول البلح، تمور. عندنا الحمد لله يعني ابشركم ان احنا تخطينا، وابشر مصر كلها ان احنا تخطينا 4 مليون بالظبط كده و45 الف نخله. السنه اللي فاتت انتجنا حوالي 175 الف طن من التمور الحمد لله. كان الكميات اللي صدرت خارج مصر كان حوالي 60 الف طن، كنا حوالي 45 الف طن طلعوا من محافظة الوادي الجديد.
طبعا عندنا الصنف الرئيسي الصعيدي، عندنا اصناف اخرى متميزه زي الصنف المجدول والبرحي والصقعي والخلاص، عندنا ايضا التمور الجافه، التمر السلطاني، عندنا الحمد لله ده بالنسبه لشق النخيل. الحمد لله كان ده بسبب المبادره اللي اطلقها فخامه السيد رئيس الجمهوريه في شهر يناير 2019، ان احنا كان عندنا 2.5 مليون نخله. جميل. وحضرته وجه السيد محافظ الوادي الجديد بزياده اعداد النخيل وزراعه النخيل ل 2.5 مليون نخله. احنا الحمد لله نتيجه المبادره زرعنا اكثر من مليون، وهي المحافظه نخلة الاولى على مستوى الجمهوريه طبعا في انتاج التمور، وزي ما حضرتك قلت لنا في المداخله في توسع كبير جدا في انتاج محصول القمح، يعني حوالي مليون طن من القمح بيخرج من محافظه الوادي الجديد. بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور مجد المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، وصباح الخير على حضرتك. نروح مع حضراتكم لموضوع اخر من الوادي الجديد لكفر الشيخ. يعني في فكره مميزه الحقيقه اشتغل عليها احمد ابو الخير الطالب بكليه طب الفم والاسنان بجامعه كفر الشيخ تحت شعار خمسه سياحه في كفر الشيخ. الفكره بتستهدف الترويج للسياحه في محافظه كفر الشيخ، وايضا تعريف المواطنين بالمناطق السياحيه والاثريه واشهر التقاليد والعادات والمأكولات اللي بتتميز بيها كل مدينه المحافظة. فكرة مبدعة جدا، إعادة اكتشاف كفر الشيخ مرة تانية بعيون شبابها، ونعرف تفاصيل أكتر مع أحمد أبو الخير الطالب بكلية طب الفم والأسنان بكفر الشيخ وصاحب فكرة خمسة سياحة في كفر الشيخ. بنصبح عليك يا أحمد، صباح الخير عليك. صباح النور، أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. أنت أخبارك إيه بقى؟ أنا سعيد جدا معاكم والله النهاردة. وإحنا برضه سعداء إن أنت معانا النهاردة. كلمنا كده بقى، خمسة سياحة كفر الشيخ، إيه القصة؟ إيه التفاصيل؟ والفكرة جت إزاي؟ هو والله انا اصلا كفراوي من كفر الشيخ، وطبعا بعتز جدا ان انا كفراوي، لكن للاسف لما جيت اتكلم عن السياحه كنت دايما بسافر لمحافظات مختلفه زي بورسعيد، زي شرم الشيخ، دهب، مناطق سياحيه فمعروفه. لكن لما وصلت على بلدي شويه لقيت ان هي فعلا فيها مناطق برضه ثانيه سياحيه وتستحق ان احنا نزورها برضه، زي ما صورت فيديو شيخ لوبه في مركز سيدي سالم تبع محافظه كفر الشيخ. دي جزيره طبعا في نص البحيره، محطه البرولوس، وشكلها جميل وشيك، وشكلها بتبين ان قد ايه السياحه الداخليه برضو قويه، يعني ممكن نقدر نستغل موضوع السياحه الداخليه بالاخص في كفر الشيخ لناس مش ممكن ما تكونش عارفاها ان هي محافظه اصلا. ففي ناس كانوا بيبدوني هي كفر الشيخ تبع الغربيه ولا طنطا ولا تبع ايه، فهي محافظه ومحافظه كبيره جدا، لكن للاسف المعلومات السياحيه او المعلومات عندك حق مش معروفه بطريقه كافيه. فانا برضو بجانب طب الاسنان انا برضو بوثق شغلي كطبيب اسنان ان انا بنزل حالاتي قبل وبعد وكلام من ده، وبحب التصوير، فقررت ساعتها بقى ان انا ممكن اتكلم عن الحته دي واشتغل عليها. وفعلا صورت في تسوق، طبعا كل الناس عارفه تسوق لحد كبير يعني، بخاصه مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، وما شاء الله الناس حبت الفكره وحبت يعني، لا حتى نفس كفر الشيخ نفسهم ما كانوش عارفين ان المناطق دي في كفر الشيخ معانا. فبدات لا اتحمس اكتر، كل ما اقابل حد يقول لي لا يا حمد انت بدات فعلا تعرفنا ان بلدنا فعلا جميله، احنا كنا بنخاف او بنتحرج نقول احنا كفر الشيخ. دايما لما تيجي كلمه كفر الشيخ مع الناس او مع المحافظات الثانيه يعتبر احنا فلاحين، بس فلاحين منشا لكن مش فكر. وبفضل الله ما شاء الله حتى اثبتنا نفسنا في الجامعات وفي الدراسه وكده، دايما بناخد اوائل الجمهوريه في المسابقات وكده العالميه. دول احسن ناس يا احمد يعني. بالعكس احنا فخورين بيك الحقيقه، والفكره هايله، بس عايزه اعرف منك يعني انت بتختار الاماكن اللي بتتكلم عليها بناء على ايه؟ وبما انك معانا خلينا نستغل الفرصه برضو ونعرف منك ايه الانشطه اللي ممكن نعملها في كفر الشيخ؟ جميل جدا. هو بختار الاماكن بناء على يعني مثلا لو موضوع تاريخي يعني زي فوة مثلا، فهي فيها مساجد اسلاميه تاريخيه قديمه كبيره جدا، زيها زي ما في اماكن تاريخيه بالظبط في القاهره، فدي بالتالي هحتاج ان انا اصور فيها واعرفهم واتكلم عن التاريخ وكلام موجود فيه. مثلا لو هنتكلم عن يعني كفر الشيخ، زي ما احنا عارفين ان فيها نيل، فرع من فروع النيل هو فرع رشيد، وكمان فيها بحيره اللي هي بحيره البرولوس، وكمان فيها البحر وهو بحر بلطيم. ف يعني محافظه متنوعه، فاقدر لما اتكلم عن الموضوع بالطريقه دي
حضرتك بدل ما تيجي مثلا ممكن تجرب مش شرط تصيف في بحر كبحر بلطيم، لكن ممكن تيجي تعيش الاجواء معانا او تشوف ال عندنا بحر كده محافظه كفر الشيخ، عندنا نيل ممكن تنزل فيه ممكن تصطاد فيه زي ما بتحب، عندنا بحيره. بمناسبة البحيرة يا أحمد، احنا شايفين صور جميلة جدا، احنا عايزين نحييك على الهواء لأن فعلا صور جميلة جدا، والجزيرة اللي أنت قلت لنا عليها وهي من أشهر الجزر اللي موجودة في بحيرة البرولوس، جزيرة شخلوبة دي بديعة جدا وجميلة جدا وممكن تبقى مزار سياحي يستغل بشكل كبير. الصور اللي احنا شايفينها دي كلمنا عنها، وإيه أكتر الأماكن اللي أنت شايف إن ممكن فعلا يتم الترويج ليها سياحيا، تسويق للسياحة الداخلية، إن أنا أسافر كفر الشيخ وازور الجزيره دي او ازور اماكن اخرى زي المساجد الاسلاميه اللي انت حكيت لنا عنها دلوقتي؟ بالنسبه للجزيره، فهي الجزيره اصلا هي في وسط بحيره كبيره، وكانت اصلا بكده مزاد للسمك، كان بيحصل فيها مزاد السياح، كانوا الصيادين قصدي كانوا بيجوا فيها. شايفينها على الهواء دلوقتي. وما شاء الله يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، هي البحر المياه حواليها من كل حته. فانا حتى انا كنت عامل فيديو فيها ان انا قعدت اصطدت وشويت عليها فراخ، وقعدت انا واصحابي وفرشنا وكلنا واصطادنا، واللي كان حب ينزل الميه نزل الميه. فهي حاجه عزله، ده غير ان كمان ما فيهاش شبكه، فخلاص انت كده فعلا هتتعزل عن العالم شويه، فتحس ان انت ايه، خلاص انا فصلت عن الضغط والوش والزحمه. فهو فعلا من اهدى المحافظات في الجمهوريه هي محافظه كفر الشيخ. صحيح، انت تقدر تجيها عايز تفصل عن الوش والزحمه كلها هتيجي كفر الشيخ. وكمان انا ممكن اتكلم على حته الاماكن اللي ممكن نروج لها سياحيه. فوق فين ايه؟ فوق اللي فيها مساجد، فيها مساجد كمان مهمه جدا، مساجد فوق. مساجد وفيها النيل كمان بيعدي منها بفرع رشيد، ومدينه دسوق ما شاء الله من المدن اللي بيسموها اصلا عروس النيل. فيها فرع كبير قوي من فرع النيل، وجنبنا على طول جزيره الرحمانيه، دي جزيره برضو مزروعه كلها موز، برضو ممكن تعمل فيها اكتيفيتي ثانيه، انت تقعد فيها تنعزل برضو، تقعد على نفسك تفرش زي بيكنيك كده مع اهلك او اصحابك، تحس بحيث ان انت يعني انا عايز مكان هادي، عايز مكان هادي خلاص، يبقى يعني جه في دماغي ان اروح مكان هادي فيه ميه وخضره وزراعه وفلاحه وكلام ده، يبقى اول اختيار ليا هو كفر الشيخ. طيب احمد، انا واحده من الناس اللي ممكن اسافر عشان الاكل، فاحنا واحنا بنتكلم عن الفكره بتاعتك والفيديوهات بتاعتك، كنت بتتكلم كمان عن كل مدينه بتشتهر باكله ايه. بالظبط، قول لنا بقى ايه اكتر حاجه بتشتهر بيها كفر الشيخ؟ هو بالنسبه لكفر الشيخ ككل دلوقتي احنا مشهورين جدا بموضوع البط والوز والحاجات اللي مشاوي والحاجات دي، والفطير المشلتت، يعني شغل فلاحين اللي هو الفلاحين اللي هم، انا في بيت ممكن في الفلاحين قدام شويه بيطبخوا اكلهم في الفرن اللي هو الطين ده، اللي هو اتعامل زمان بتاع جدي وجدتي. ده غير بقى كمان الخير نفسه اللي في الاكل، بما ان الاكل طبيعي بيبقى طعمه طبعا مختلف اكيد. انا بشكرك جزيل الشكر احمد ابو الخير، صاحب فكره خمسه سياحه في كفر الشيخ، فكره هايله فعلا، واتمنى انه كل شاب فعلا يكون موجود في محافظه او في مدينه يتكلم عنها بشكل اكبر ويعرف الناس عليها اكتر. فكره هايله وعظيمه، وعايزين نروح لاحمد ابو الخير يعني يستضيفنا كده في كفر الشيخ وبالكاميرا ونتفرج على الاماكن الجميله اللي هناك. دلوقتي هنسيب بحضراتكم مع موجز لاهم الانباء، موجز الثامنه صباحا مع لمياء حمدين. تفضلي لمياء. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جدد الجانبان الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة.
جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لأي محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع. جاء ذلك خلال استقباله السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة أقليمية بالمنطقة، حيث استعرض شكري موقف مصر من تطورات الوضع في غزة والاتصالات التي تطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني، مؤكدا أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء الغارات المتواصلة والتي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون جراء الغارات المتواصلة على خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، حيث أكد أنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع. وأضاف جالانت أن تل أبيب ستستمر في ملاحقة قيادات الفصائل الفلسطينية في الجنوب، لافتا إلى أن العمليات ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 من قذائف المدفعية الساحلية صباح اليوم، وأضافت سول أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في كوريا الجنوبية، وسقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، هذا وقد أمرت كوريا الجنوبية المدنيين بإخلاء جزيرة يون بيونغ. قال البيت الأبيض استنادا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا. وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ووصف كيربي نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا بأنه تصعيد كبير ومقلق، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون هذه الصفقات من الأسلحة. أصيب 24 شخصا على الأقل بجروح طفيفة إثر تصادم وقع في ولاية نيويورك بين 2 من قطارات أنفاق المدينة، وأدى لخروج أحدهما عن السكة بحسب ما أعلنت السلطات. وتسبب الحادث في إغلاق 3 من خطوط مترو نيويورك الذي يعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتد شبكاته العنكبوتية المترامية الأطراف في سائر أرجاء المدينة. وإثر الحادث فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقا حول منطقة أبر ويست سايد الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن. ورياضيا، وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تنطلق في 13 من يناير الجاري بكوت ديفوار. وشارك في المران 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه حديثا. واشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. وصباح على حضراتكم وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
ونبدأ مع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا اللي واصلوا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 واللي هتنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار. شارك في المران 26 لاعب باستثناء محمد صلاح اللي انضم للمعسكر بعد التدريب، كمان أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهلية عقب انضمامه. فريق الإسماعيلي حقق الفوز على فريق بور فؤاد بنتيجة 2-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية في إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترف. كمان فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز استأنف تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية ولا حصل عليها اللعيبة عقب العودة من الإمارات بعد خوض منافسات بطولة السوبر المحلي، وخضع اللعيبة لقياسات أوزان مع بعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل خوض التدريبات واللي كانت بدنية أكتر لتعويض فترة الراحة السلبية اللي حصل عليها اللعيبة. فريق مودرن فيوتشر عاد للتدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورمونينسي بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. منتخب مصر لكرة اليد فاز على المنتخب الهولندي بنتيجة 30-28 في أولى مواجهات الدوري الذهبي المقام بالدنمارك بمشاركة الفراعنة، وده في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري. ونروح للدوري الإسباني وفريق برشلونة اللي فاز على فريق لاس بالماس بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني. بالنتيجة دي أصبح برشلونة في المركز الثالث وبرصيد 41 نقطة، ورصيد لاس بالماس عند 26 نقطة في المركز الثامن. نادي إشبيلية خسر أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة في الموسم الحالي. بالنتيجة دي ارتقى أتلتيك بلباو للمركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، ووقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز 16. الياباني واتارو إندو حصد على جائزة أفضل لاعب في ليفربول الإنجليزي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 بعد المستويات اللي قدمها مع ليفر في مختلف المسابقات. نادي توتنهام هوتسبير أعلن بشكل رسمي امبارح عودة لاعبه الإسباني سيرجيو ريجولون بعد نهاية فترة إعارته لفريق مانشستر يونايتد. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي توج بجائزة مارادونا واللي بتمنح من جوائز جلوب سكور بالسنوية بمناسبة تصدره هدافي العام في العالم في سنة 2023، وتسلم رونالدو الجائزة دي في حفل جلوب سكور اللي بتقام في الإمارات النهاردة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة محمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرك يا نمية، شكرا جزيلا. مع بداية شهر يناير كل سنة بيبدأ موسم حصاد الموالح. مصر من أهم الدول اللي بتنتج موالح بجودة عالية، عشان كده الموالح بتحتل المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية المصرية. احنا روحنا طبعا محافظة البحيرة شفنا محصول الموالح ازاي بيتم تحضيره وتصديره للخارج. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. مواسم الخير في مصر ما بتنتهيش، ومع طلعة كل شهر بنلاقي بداية حياة وحصاد جديد. ودلوقتي موسم الخير بدأ في حصاد البرتقال، واللي بيبتدي موسم حصاده من شهر ديسمبر وبيمتد حتى شهر إبريل. ومن البحيرة رصدنا معاكم موسم حصاد البرتقال. باشمهندس صباح الخير عليك،
احنا دلوقتي موجودين في مزرعه البرتقال، بس واحنا داخلين اكتشفنا ان البرتقال انواع. يعني تمام. عايزين نقول اول حاجه ايه الانواع الموجوده هنا. مزارع النوباريه هنا جوده محترمه خالص واحجام كويسه خالص. دي انواع بصره، في منه بصره اللي هو المليسي بتاعنا الطبيعي اللي هو لارينجو، في الفولكا، وفي الواشنطن، وفي اللانيت الليلت اللي هو الصنف المتاخر. ديت بيشتغل في شهر 3 او شهر 4. احنا بنبدا من المزرعه من هنا بجني الثمار في البرانيك بتاعه المحطه. معنا عمال مدربة طبعا، قطف مقص ومخلة، بنبدأ نقطف هنا كده والشغل يتفرس في المزرعة ويبدأ يروح لمحطة التصدير. مين المسؤول عن توجيه العمال أو تعليمهم؟ أنا هنا بنقف أنا مع العمالة هنا. تمام. بنوجههم لهم ازاي في القطف. العمالة دي كلها عمالة مدربة. تمام. على ان هي ازاي تتعامل مع الثمار. احنا بنروي يعني كل يوم ويوم، برضو الارض بتروى ساعه في اليوم. ده بالنسبه للفدان. يعني الارشاد الزراعي بيكافح معانا بالنسبه للذبابه، جميع الطرق المكافحه اللي هم بيوفروها، كرش وحاجات من دي، مصايد كده. يعني المزرعه اللي احنا موجودين فيها النهارده دي عباره عن 40 فدان، واللي بتعتبر من المزارع النموذجيه، وهي واحده من مزارع كتير ممتده في البحيره واللي بتشرف عليها وزارة الزراعة، وده لتحقيق أكبر إنتاجية ممكنة بالنسبة للمزارع، وكمان مراقبة المحصول علشان يضمن طعام آمن وصحي لكل المصريين. الزمان بتاعنا في النوبارية فيه من المساحة ديت 154 ألف فدان موالح. النسبة ديت يعني نسبة مش هنينة، ده حوالي برضو 30% من إجمالي مساحة الفاكهة. أما نضيف لها 80 ألف فدان بتوع باقي محافظة البحيرة، يبقى كده عندنا حوالي 234 ألف فدان، بيمثلوا حوالي 46% من مساحة الموالح في مصر. إحنا الإنتاج بتاعنا من الموالح بيقدر بحوالي 4.7 مليون طن. صدنا منهم الموسم اللي فات 2 مليون طن. معدل استهلاك الفرد في مصر من الموالح حوالي 20 كيلو. يعني كده عندنا كمان 2.1 مليون طن للاستهلاك المحلي. فاضل معايا كده حوالي من انتاجنا حوالي 500 ألف طن. دول بيستخدموا في التصنيع كعصائر ومركزات، وبيتم تصدير كمية تاني منهم في صورة المركزات أو المصنعات دي. زراعة البرتقال ما بتنتهيش عند مجرد قطفه، ولكن دي بتكون بداية لنشاط جديد بينتهي إما بالوصول للمستهلك المحلي أو للتصدير. واللي معروف عن برتقال مصر إنه من أشهر الزراعات طلباً في السوق العالمي. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مكان خلية نحل متكاملة. الثمرات أو الفواكه أو الموالح من وقت ما بتدخلها لحد ما بتجهز للشحن النهائي متوجهة إلى الميناء للتصدير بتمر بمراحل مختلفة. معانا المهندس فوزي فرج مدير المحطة، هيكلمنا أكتر على مراحل استلام وإخراج الثمرات هنا. احنا هنا يعتبر في مجمع محطات لفرز وتعبئة الحصلات الزراعية. فالمحطة اللي احنا موجودين فيها دي محطة تصدير موالح. تصدير موالح بتصدر برتقال، بتصدر ليمون، بتصدر يوسفي، بتصدر جريب فروت. المراحل بالنسبة للمراحل اللي بتتم فيها العمليات هنا في المحطة، أول مراحل إن احنا بنختار المادة الخام من المزارع. فريق المشتريات بتاعنا بينزل المزارع بيشوف المواصفة اللي احنا شغالينها ومواصفة الخام اللي بتصلح للتصدير. بعد كده بنسحب عينات من المتبقيات المبيدات الموجودة في الأرض، ثمرة بنسحب لها عينات عشان نتأكد إن الثمار دي خالية من المتبقيات أو خالية من استخدام المفرط للمبيدات في العمليات الزراعية. بعد كده بنجمع بعمليات جمع معينة عن طريق، وبننقل الخام هنا للمحطة. بننقل الخام هنا، بندخل الخام، بنعمل عملية فحص مبدئي للخام، نشوف الخام صالح إنه يدخل المحطة بنسب عيوب معينة. بعد كده الخام بيدخل لمراحل غسيل، بنغسل الخام بمطهرات معينة. بعد كده بندخلها على مراحل تشميع. مراحل التشميع دي بتدي الحباية مظهر لامع، وبتزود الشيلف لايف للحباية اللي هي طول مدة التخزين بتاعت الثمرة نفسها. بنعبيه زي ما انت شايف حضرتك كده في عبوات معينة. العبوات دي عبارة عن كرتون عن بلاستيك على حسب طلب العميل وحسب الأسواق اللي احنا بنقدمها. بيوت كتير عمرانة من ورا خير البرتقال. قولي لي بتعمل ايه بالظبط؟ بص حضرتك، احنا بنخش المحطه الاول بنتعقمه، خشوا على خط الانتاج بتاعنا. انا على الحجم 88،
مثلا في حجم بنلعبه 1.5 ودرجه اولى ودرجه ثانيه. عندنا اي مسابقه عفوا بره الشغل تمام، فرز فرزه نهائيه تمام يعني، والدرجه الاولى عندنا 10%، خلنا ده 10% بنطلع منها الوخزات والحشره القشريه والتشوهات ونطلع الحبايه المنتوشه تمام، والواحد ونص كذلك برضو. يا اللي زرعت البرتقال يلا اجمعوه، اني الاوان يلا اجمعوه، اني الاوان يلا يلا. دكتور عصام المليجي من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، واللي هيكلمنا اكتر عن دور الهيئه في المتابعه للثمره اللي بتوصل عندنا هنا. طبعا ده دور رقابي مهم جدا للحفاظ على المستهلك المحلي من الحاجات اللي بتجينا من بره، وبرضو احنا من نفس الوقت عشان بنشجع البلد على التصدير وطبعا ادخال العملة الصعبة وان البلد برضو يبقى فيها دخل قومي محترم، بنراقب على الصادرات. احنا بنيجي من نشوف الرسالة المعدة او المجهزة للتصدير بعد تجهيزها، في بعض الدول سواء كانت دول الاتحاد الاوروبي او بعض الدول العربيه بتحتاج ان هي تعمل تحاليل، بعض التحاليل زي تحاليل متبقيات المبيدات، بنسحب عينه من الرساله المعده للتصدير دي ونبعتها للمعامل يتم تحليلها، وبعد ورود نتيجه التحليل بيتم فحص الرساله والجاهزه او المعده للتصدير فحص ظاهري، وبناء عليه بيتم السماح بتصدير الرساله واعطاء الاذن للتصدير. البرتقال ثمره خير وبركه وفتحة رزق لبيوت كتير بتفرح لما موسم حصاد الخير بيهل علينا. يعني زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم في هذا التقرير، الواحد حاسس ان هو يعني حتى شامم ريحه البرتقال يا محمد. بس لو هنتكلم بقى بلغه الارقام، خلينا نتكلم بلغه ارقام شويه. لغه الارقام بتقول انه البرتقال المصري بيتربع على عرش الفواكه في اوروبا، في الاتحاد الاوروبي. وبعدين عايز اقول لك ان احنا ضمن الخمس دول الكبار اللي في العالم اللي بيصدروا الموالح، يعني مركز متقدم عن اسبانيا، عن جنوب افريقيا، بنصدر حوالي 80% من انتاج البرتقال سنويا للخارج. سمعه البرتقال المصري دي مهمه جدا في كل الدول والاسواق العالميه، سمعه ذهبيه مختلفه جدا، ودايما بيبقى في طلب على البرتقال. عايزين نشكر بس زميلنا باسم ابو العينين على الجوله اللي عملها في احد المزارع بمحافظه البحيره، وكمان للضيوف الكرام اكيد كمان، وكان معانا خطوه خطوه بازاي بيتم الحصاد للبرتقال وصولا الى تقديمه وتصديره في خطوط تصدير الى الخارج. فتقرير مهم بيكشف عن انتاج الموالح في مصر. نروح لموضوع مهم جدا جمانة، اليومين اللي فاتوا دول في كلام على نوه اسمها نوه الفيضه الصغرى. ايه قصه نوه الفيضه الصغرى؟ هي واحده من النوات الشديده جدا اللي بتحصل في فصل الشتاء، بيصاحبها أمطار، بيصاحبها طقس بارد جدا، انخفاض في درجات الحرارة. على ذكر هذه النوة، في مجموعة من المتخصصين في مجال التغيرات المناخية والطقس شايفين إنها قريبة الحدوث في مصر خلال اليومين اللي جايين. إيه الحكاية؟ ممكن تحصل إزاي؟ إيه التداعيات والأثار؟ إزاي ممكن نواجه هذه النوة؟ تفاصيل كتير هنعرفها جمال. بكل تأكيد يا محمد، خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، منورة دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. وقبل ما نتكلم عن نوة الفيضة الصغرى، يعني لو حضرتك تقول لنا إيه المفهوم العلمي للنوة أصلا يا دكتور؟ يعني إيه نوة؟ صباح النور يا استاذ جمانة، استاذ محمد، صباح كل المشاهدين والمتابعين عبر المصرية الفضائية. الحقيقة طبعا معنى نوة دي الصيادين زمان قديما كانوا بينزلوا البحر، فكان عندما يحدث تغير وسوء أحوال جوية بيتوقفوا عن الصيد، وبالتالي كان هناك بعض حالات عدم الاستقرار اللي هي بنسميها النوة. البحر بيضطرب، بترتفع الأمواج، تسقط الأمطار، هواء بارد شديد البرودة، وبالتالي النوة بتسمى من خلال الفصل المناخي. يعني احنا عندنا نوة السلوم، نوة الحسوم، نوة الربيع، في اكثر من 17 نوة موجودة على مدار العام،
كل نوة لها خصائص بتاعتها. يعني نوة الخمسين هذه مرتبطة بفصل الربيع وفصل الخمسين والرياح المدربة وليست الأمطار. نوة رأس السنة الميلادية ودي بتبقى في ليلة رأس السنة من 31 حتى 2 يناير، وبتبقى نوة لها برودة ولها أمطار، وقد تكون أمطار رعدية والأمطار تكون غزيرة أحيانا. نوة الفيضة الصغرى أو الفيضة الكبيرة نوات بتبقى في النصف الأولاني من شهر يناير حتى 15 يناير على مراحل ما بين 5-7 ومن 10-12. هذه النوة بيبقى فيها أمطار رعدية غزيرة جدا، والبحر بيفيض بالمياه عن الشاطئ لدرجة أنه ممكن يطلع برا الشاطئ على الطريق. فهذه النوات هي نوات من خلال معرفة الصيادين، لكن علميا هناك حالات عدم استقرار من خلال صور الأقمار الصناعية، من خلال الخرائط الطقس والمناخ السطحية والعلوية، من خلال المخابرات المتخصصين بيدرس الحالة استدي كيس، حالة متخصصة قبليها بأربع خمس أيام، والنو كاستنج والتنبؤات بتشير إلى أن في حالة عدم استقرار هتحدث النوة دي. طب مش هتحدث، نفهم من حضرتك يا دكتور قطب، يعني نفهم من حضرتك عفوا المقاطعة أنه النواة مش مرتبطة فقط بفصل الشتاء، يعني لا مرتبطة بمواسم مختلفة على مدار العام مش بس في فصل الشتاء. هل ما يحدث من تغيرات مناخية يعني بيشهدها العالم كله بتأثر في طبيعة النواة وشكل هذه النواة وتأثيرها؟ بالتأكيد، بدليل أن نوة رأس السنة ما حصلتش. وعلى ذلك أنا بقول لحضرتك ممكن النواة لا تحدث تماما، والنواة قد تحدث بنسبة 20%. يعني إحنا مثلا متوقعين كانت رأس السنة الميلادية أن النواة هيكون فيها برودة شديدة وأمطار، لم تحدث ذلك. والنواة بتخص الساحل البحر، قد تمتد بعيدا عن البحر وتشهدها المدن القريبة منها زي الوجه البحري والقاهرة، وقد لا تشهدها تماما البحر ولا التغيرات الجوية، وقد تحدث فيها عناصر. يعني مثلا هو المفروض فيها عناصر مختلفة، عنصر الأمطار، عنصر البرق والرعد، كمية حدوثه مثلا بنسبة 20%، طب حصل بنسبة 50%، يعني إيه؟ كان الرعد والبرق قوي جدا، يبقى هي قوية، إذن هي مرتبطة بالتغيرات المناخية. ولذلك حتى الآن النواة لم تحدث بالشكل الطبيعي المعلوم لدى العلميين ولدى الصيادين. إذن إحنا بنعتمد ليس فقط على معادن النواة، ولكن بنعتمد أيضاً على الدراسات والبحوث العلمية والتغيرات المناخية اللي بتشير إليها. فالتغيرات المناخية بتشير إلى عنف في الظواهر الجوية في مناطق، وفي مناطق تانية لا تحدث ظواهر جوية مثل ما يحدث الآن في أوروبا. ومنذ أسبوع أوروبا تعاني أشد المعاناة من برودة شديدة وصقع وأمطار وفيضانات ودرجة حرارة منخفضة، وصلت في الصين إلى أقل من 35 درجة تحت الصفر ولمدة أكثر من 25 يوم، في حين أن المنطقة العربية بتعيش أجواء شتوية دافئة إلى حد ما وجافة إلى حد ما، وإن كانت ظاهرة الشبورة ما هي الظاهرة المؤثرة على معظم محافظات مصر الشمالية. طب دكتور، بالعودة مرة أخرى لنوة الفيضة الصغرى، زي ما حضرتك تحدثت كل نوة بيكون لها خصائص مناخية خاصة بيها، لو هنتكلم عن الفيضة الصغرى تحديدا إيه الخصائص بتاعتها؟ عناصر المناخ بتشتمل عبارة عن حرارة، رطوبة، رياح، سحب، أمطار. نوعية الأمطار في منها أمطار خفيفة، متوسطة، شديدة. الأمطار فيها أمطار رعدية وأمطار غير رعدية. الأمطار ممكن في فيضة الصغرى بتقعد 3 أيام مصاحب لها أمطار رعدية، وكميات الأمطار عندما تسقط بتسقط في البحر نتيجة لمنخفض جوي. المنخفض الجوي صاحبه رياح شديدة، وبالتالي بتكون عنيفة وبتؤدي إلى ارتفاع الموج في البحر قد يتجاوز الأمطار، وبالتالي هنا الناس الصيادين ما بينزلوش البحر. فهي بتبقى علامات موجودة، ولكن كان قديما لا يشعر بها إلا قبلها بيوم. النهاردة ومنذ بدء استخدام البحث العلمي والأرصاد الجوية المصرية لديها الإمكانيات التكنولوجية من صور أقمار صناعية، من محطات رصد آلية، من محطات رصد طبقات جو عليا سطحية زراعية ساحلية، أدت إلى إمكانية التنبؤ بمثل هذه النوات. تمام. من حدوثها أو عدم حدوثها أو كمية حدوثها أو فترة حدوثها الزمنية. وبالتالي حتى الآن إذا كنا بنتكلم إحنا النهاردة يوم 5 يناير،
لم تشير الخرائط إلى عنف هذه الظاهرة في حدوثها، بل هي متوقع تكون حدوثها تأثيرها محدود حتى الآن، والخرائط بتغير من وضعها الطبيعي كل 24 ساعة. طب إذا حدثت هذه النوة الفيضة الصغرى خلال الأيام المقبلة دكتور قطب، يعني توقعات حضرتك ما هي المحافظات اللي ممكن تتعرض بشكل قوي لهذه النوة إذا حدثت بالفعل؟ النوى إذا حدثت بالفعل هيكون تأثيرها الأول على المدن الساحلية تماما، الأسكندرية، مطروح، السلوم، في الشرق بورسعيد، تمتد تأثيرها إلى شمال الدلتا، كفر الشيخ، الدقهلية، قد تصيب أيضا بعض المدن في شرق الدلتا وغرب الدلتا في البحيرة، ولكن القاهرة نصيبها منه ضعيف جدا، إذا وصلت للقاهرة فأمطارها متوسطة إلى خفيفة. بنشكر حضرتك دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، كنت معانا عبر زوم، وصباح الخير على حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. في آباء وأمهات كتيرة بيحاولوا طول الوقت إن هم يعرفوا تفاصيل حياة أطفالهم، خاصة في سنهم هم صغير، كمان بيكونوا عايزين يعرفوا هل في حاجة مضايقاهم نفسيا عشان يحاولوا يعالجوها بسهولة وفي أسرع وقت، كمان يمكن بيبقى دايما خايفين من التأثير فيما بعد على حياتهم اليومية وعلى نفسيتهم. طول الوقت احنا بنحلم ان اولادنا يكونوا أسوياء نفسيا قبل اي شيء، فاعتقد ان في حاجات احنا بعض كمان التفاصيل ممكن نكون بنعملها مع اولادنا يا محمد بتبقى ناخد بالنا انها ممكن تاثر على نفسيتهم، فاكرين ان هي كويسه. وكمان دايما جمانة ودايما بيبقى فيه كده اعتقاد انه الامراض النفسيه او الاكتئاب او القلق او غيره هي امراض للكبار بس مش للاطفال، لكن هي ايضا الاطفال بيصابوا بيها. ايه العلامات اللي ممكن لو ظهرت على طفل حضرتك او طفله حضرتك لازم توديه مباشره لدكتور نفسي؟ ازاي بتكون اعراض الامراض والاضطرابات النفسيه والاطفال؟ ده الموضوع اللي نحاول نتعرف على تفاصيل اكتر عنه مع ضيفنا اللي نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور علي عبد الراضي، استشاري التاهيل النفسي بجامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير دكتور محمد، صباح الخير يا جمانه، سعيد ان انا معاكم. لكل المصريين يا رب تكونوا بخير وسلام وسعاده. الامراض النفسيه مش قاصره بس على الكبار، الاطفال ممكن في سن مبكره جدا يصاب بالقلق بالاضطراب النفسي. فعلا الامراض النفسيه ممكن يصاب بها الاطفال في سن مبكره؟ دراسات علم النفس النمو دي دراسات مهتميه جدا جدا بالاطفال وافكار الاطفال ومشاعر الاطفال. دايما احنا كنا بنفتكر ان المشاعر من بعد مرحله البلوغ والمراهقه، لكن لا، فعلا مشاعر الاطفال من اول سن يوم، اللي حتى احدى الدراسات بتقول ان هو بيتذكر مشاعر الضيق او الاختناق مع الولاده. طيب بناء عليه عرفنا ان كل مرحله، مش بس كل مرحله يا دكتور محمد، كل يوم على يوم الطفل بيقضي ده يا اما يسلم اليوم اللي بعده بسلام وحتى بيسلم المرحله كلها تسليم سالم، او بيحصل فيه تقيد او نقص او انه يفضل مرتبط بهذه المرحله وما بيعرفش يتخطاها وما يعرفش يتخطى المرحله اللي بعدها. فضروري جدا ناخد بالنا من صحه نفسيه اولادنا. في حاجات كتيره جدا احنا ممكن ما ناخدش بالنا منها، زي ما انت اشرت في بدايه التقرير وانت كمان يا جمانه، ان الاطفال ممكن يحصل لهم نوع من انواع القلق. طبعا المخاوف، ايوه، والفزع ظاهر جدا، وده اول ما بيبدا سبيتش ويتكلم يبدا يقول كلمات، فبيقول انا في حلم او في كابوس، وبيقوم مفزوع. ممكن قبل كده نوبات الغضب هي عباره عن احلام، وده اللي بيفسروه العلماء كلهم، ان هو اول ما بيعرفش يكون عنده مفردات يتكلم بيها، لكن بيقوم بالليل غضبان او متوتر او مفزوع، فهو يا اما شاف حلم غريب او شاف حاجات ضايقته لكن ما عندوش القدرة الكلامية انه يتكلم عليها. من ضمنها هذه العلامات اللي بناخد بالنا منها هو التبول الليلي المتكرر، ولا هنا مش بتكلم، انا بتكلم عن مرحلة ما بعد البوتي او بعد ما تعلم هو ان هو يطلب يروح التويلت ويمارس حياته. سن قد ايه تقريبا يا دكتور؟ من سن 3 سنين. من سن 3 سنين، قبل 3 سنين التبول الليلي ممكن ما بحاسبش عليه لان لسه المثانة ما تكونتش، ولسه بيبقى في امور العضلات بتاعة المثانة لسه ما تكملش. بعد 3 سنين هو عنده القدرة على التحكم النسبي. نرجع للموضوع بتاع الأطفال. لازم ياخد كل أب وأم ياخدوا بالهم جدا من إيه المدخلات اللي بيدخلوها لأولادنا في أول أيام
النفوذ المبكرة، ودي أهم حاجة بنأسس لها. من ضمنها التعامل معه، هل أكون شديد معه أو صارم؟ طب مط التربية الحديثة دي والتربية الإيجابية اللي بيقولوا عليها دي، هل دي فعلا تجيب ثمارها؟ طب هو أنا كده، ودي الأهم، أنتوا تكلمتوا فعلا أشرتوا على أن ممكن تكون بعض المدخلات والحاجات اللي أنا كأب أو أم أو حتى مشاكل نفسية تكون عندي أنا كأم، يعني أم يكون عندك قلق شوي، قلق بزيادة، بتنقل من غير ما تاخد بالها هذا القلق لابنها. مخاوف الأم، نظرتها لنفسها، نظرة الأم لنفسها، المشاكل النفسية عند الأم، وكذلك الأمر طريقة الغضب عند الأب، عدم إدراك الأب لعملية التربية، ممكن بينقل مشاكل من غير ما ياخد باله لأولادنا. فلازم ناخد بالنا من جزئية أول مراحل التربية. علم النفس النمو من الحاجات الجميلة والشيقة، وناخد بالنا من تفاصيل نبرة صوتي وأنا بتكلم مع ابني، أو حاجة بنسميها جودة الوقت مع ابني اللي هو لسه ابني يوم، ده مهم جدا، مهم جدا، وده اللي احنا بنقول عليه. خلينا اقولك بسرعة ايه الحاجات اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها. الاي كونتاكت ده علامة مهمة جدا وظاهرة صحية جدا لازم الاباء والامهات بيعملوها. التواصل البصري ما بين ابني او بنتي وانا بعملية الرضاعة او وانا بلعبه لازم يحصل، وده من اهم خطوة في عملية جودة الوقت. طيب دكتور، حضرتك كلمت عن المدخلات اللي لازم كل اب وام يلاحظوها، لكن برضو ايه العلامات اللي كل اب وام لازم يلاحظوها او ياخدوا بالهم منها ويتوقفوا عندها ويحسوا انه الطفل ابتدى يعكس انه عنده مشكلة نفسية او انه بيعاني من اضطراب نفسي؟ ايه الحاجات اللي ما ينفعش اقف عندها واقول اصل هو صحي من النوم، اصل شاف حلم وحش، اصل هو جعان، اصل هو لسه الطفل مش قادر يعبر عن نفسه؟ صحيح. طيب بسرعه كده، التبول الليلي بشكل متكرر، وانا هنا بتكلم عن حاجه اساسيه عندنا في العلوم النفسيه والصحه النفسيه والطب النفسي، حاجه بنسميها شده الظاهره قد ايه شديده وتكرارها، تمام، وقد ايه هي غريبه عن حالته، فبنسميها الشده والمده والحده. طيب فباختصار يعني ايه الكلام ده؟ تكرار الموقف، الموقف ده متكرر على طول شبه يوميا، في تبول ليلي، في فزع وبقوم من النوم منزعج، في انقطاع عن الاكل الطبيعي اللي هو كان بياكله، او انه عنده شراهه، ودي بنسميها اضطرابات الطعام النفسيه، ودي بتبقى موجوده عند الاطفال كتير جدا. طيب حاله ان هو النوم المتقطع، وان هو المفروض ينام من 9 ساعات او 10 ساعات او اقل حاجه 8 ساعات، النوم ده بيبقى متقطع او انعكاس حاله النوم بتاعته بشكل ملحوظ جدا. هو من اول مولد كان بينام كويس بالليل، فتره معينه ابتدى ساعات النوم بتاعته بتترحل وابتدى ينام النوم النهاري ويصحى بالليل، فدي من العلامات اللي لازم ناخد بالنا منها. ان هو الانعزاليه، وظاهره من الظواهر الانعزاليه عند الطفل من اول سنه 3 سنين، ودي بتاثر على مجموعه امراض هقولها دلوقتي حالا، هو انفراد بالموبايل. ابنك وهو ماسك الموبايل او اي حاجه لوحيه وبيلعب بيها وانت شايف ان ده تطور وطفره ذكائيه، غلط، ده مش حقيقي. الحقيقي ان ابنك عنده انواع من توتر او مخاوف او قلق او انعزاليه، ما حدش بيتواصل معاه، فاختار ان هو يتواصل مع هذا الجهاز، نوع من انواع ان هو لما بيقول له على حاجه الجهاز بيعملها واشغال المعلومات اللي هو ناقصاه، فبالتالي استخدام الموبايل بشكل مفرط اكتر من ساعتين، والطفل لما اسحب منه الموبايل بيبدا بيزعق ويعيط ويعمل سلوكيات غريبه، فده معناه ان هو حصل له مشكله سلوكيه معينه. طيب الصمت او عدم ان هو مش بيتكلم معايا، تمام، وهو عنده مجموعه كلمات، او لما اجي اقعد معاه ويحصل تواصل بصري الاقي التواصل البصري ده مش موجود. طيب الحاجات دول بيتكرروا اكتر من 3 اسابيع بشكل متكرر جدا وملحوظ. ده مهم جدا، المده اللي بتكرر فيها الاعراض دي، لانه احنا للاسف الشديد دكتور علي ما عندناش الثقافه النفسيه عموما في المجتمع سواء للكبار او للصغار، فممكن بعض الاعراض دي الاب والام يفسرها بشكل تاني. يعني الطفل ما بيتكلمش كتير، فده يقول لك ده طفل هادي مثلا، ده حاجه كويسه انه ما عندوش فرط في الحركه. صحيح. فالثقافه النفسيه دي مهمه تبقى عندنا، واللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا كاب وام ياخدوا بالهم من الاعراض دي، وانه امتى العرض ده يستمر بشكل يقلقني كأب وكأم، والتدخل بيبقى عامل ازاي؟ هل التدخل ان انا اروح مباشره لطبيب نفسي، ولا انا كأب وأم ممكن احتوي الموضوع بدايه؟ طيب
مهم جدا الاب والام بيحتووه، زي ما في اسعافات اوليه لما درجه حرارته ترتفع بيحصل عنده مشاكل برد ولا حاجه، كمان في حاجه اسمها الاسعافات الاوليه النفسيه للاطفال، حاجه حلو جديده ان شاء الله بجهز ليها الايام الجايه. التعبير حلو. ايه الاسعافات الاوليه النفسيه؟ الحضن ده مهم جدا، خطوه مهمه جدا. التواصل البصري، ان عيني في عينه، ده خطوه مهمه جدا. اقعد معاه على الاقل يوميا، على الاقل نص ساعه، الأم لوحدها والأب لوحده أو مع بعضنا، نص ساعة لعب وحوار معاه. دي من الحاجات اللي بتعمل إزاحة للحاجة اللي هو بيحسسه أنه مطمن. بالطمن. حتى لو يتعرض، احنا برضو مش عايشين في مدينة فاضلة، هو هيكبر ويروح الكيجي ويروح المدرسة ويتعرض لضغوط بالمجتمع. حلو. فهو أنا ما عنديش مشكلة في الاصطدام، وما عنديش مشكلة مع التعرض للمواقف شديدة شوية، تمام، لكن لازم يكون عنده الصلابة النفسية والمرونة النفسية والثقة حتى يرجع يحكي لأهله كمان. بالضبط. ويبقى في حالة من الحوار والود ما بينهم، فده مهم جدا. اتكلمنا عن الحضن، الاستماع والحوار مع اللعب مهم جدا مع الأطفال طبعا، والضحك والحب مهم جدا، ده أساسي معانا مع الأطفال. التعبير بلغات الحب، إني أحضنه، ده تعبير، إني ببص عليه وهو يبص عليا، ده مهم جدا. الإنصات أو التواجد، يعني إيه إنصات وتواجد دي؟ الإنصات إنك تكون وإنت الشخص اللي بتتكلم معاه عينك في عينه، شايف كويس جدا جدا، بترد على الكلام اللي هو بيقوله، مش بتتفه منه أو بتقوله حاضر حاضر طيب طيب. لا، ده ممنوع جدا مع الأطفال، والأطفال بيحس بيأثر على نفسيته جدا، ما بيدلوش الاهتمام، أو إنه الكلام اللي بيقوله ده كلام مهم لازم يسمعه. ده بقى دكتور محمد بيأثر على إيه؟ الموضة اللي طالعة دلوقتي التنمر. التنمر موجود من زمان، لكن زمان كان عندهم صمود نفسي، دلوقتي الأطفال عندهم هشاشة نفسية، ما عندهمش مناعة نفسية، فبالتالي أثر عليهم. لكن ليه زمان كان ابن الأب مهتم إن ابنه يطلع سوي، مهتم إنه بيسمعه، مهتم إنه يقدمه، مهتم إن هو يخليه لما يجي يتكلم قدام الناس تسمعه، فبالتالي ده خلى عنده نوع من الثقة بالنفس. ده أثر عليه لما حد يقول له حاجة، أنا طبيعة الحال بابا بيسمعني، طبيعة الحال بابا بيقول لي كلام كويس. معنى كده يا دكتور، خطوة مهمة جدا دكتور محمد، وكمان معايا جمانة، الكلام الكويس، المدح على الحاجات الإيجابية اللي بيعملها نقولها له، بس بيني وبينه، مش قدام الناس. حتى المدح مش قدام الناس؟ ممنوع انك تمدح ابنك قدام الناس. ليه؟ مش كده بديله حافز وبشجعه خالص اطلاقا. ده بيربي نوع من نواع الفكر النرجسي عنده، الاستعراضي، فبالتالي هو سلوك حقيقي عمله تمام. ممكن يكون مدح لدرجه معينه، ممكن يكون اللي يزيد عن حده فعلا، زي ما محمد بيتكلم انه اللي يزيد عن حده ممكن يتقلب ضده. بس صحيح. لو كلمه بسيطه، لو استعراض لموقف حلو عمله، ما فيش مشكله. لو كلمه تشجيعيه بس، ما بخليش هو فكره ان نجاحه في رياضه معينه او نجاحه في بطوله معينه علشان يوري الناس. لا، هو نجاحك ليك، اهتمامك ليك. وكمان برضو ممنوع الانتقاد من الحاجات اللي هي طبعاً بتأثر على النفسية. المقارنة طبعا، برافو دكتور محمد، صعبة. هو بالنسبة له المقارنة دي ان في حد افضل منك، ما بيفهمش ان ده جملة تشجيعية. احنا عندنا في المناهج التربوية والمناهج النفسية ان المقارنة جراحة خطيرة جدا، اسمها جراحة نفسية. فمش اي حد مستعد انه يعمل هذه الجراحة. مش بس كده، حتى الكلاين، العميل نفسه، غير مستعد لاجراء هذه الجراحة النفسية من المواجهة والمقارنة. فبالتالي ما تعملهاش مع ابنك، صعبة جدا. انت وانت كبير دلوقتي وناضج، انت ما بتحبش حد يقارنك. صحيح. فبالتالي دي من الحاجات الممنوعة نعملها مع ابننا. في حاجة مهمة جدا، طيب لو عملنا السلبيات دي بتظهر في ايه الامراض دي؟ رقم واحد، اضطرابات الكلام، بدايه معايا من انه التلعثم او مشاكل في الكلام او مشاكل في الحروف او تاخر النطق. حاجه تانية زي التوحد، وده بيظهر من سن سنه ونص، ولي علامات ان ابني ما بيتواصلش معايا بصريا. توحد ولا انطوائيه؟ التوحد. يعني التوحد ممكن يصاب بيه طفل بسبب سوء معامله؟ طبعا. التوحد هو اضطراب سلوكي عن التعامل الاجتماعي، تمام. فهو بالتالي ما فيش حد اهتم بيه، ما تواصلش مع البشر قبل كده، فبالتالي بيحصل نوع من المخاوف التواصل مع البشر، وأطياف التوحد كتيرة جدا. فاحنا بنحط المناعة التربوية والمناعة النفسية ان ابني ما ينخرقش في مشاكل التوحد. والمقارنة الاجتماعية اللي عملوها أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية، ليه زمان ما كانش ظهر التوحد ودلوقتي بقى ظهر التوحد؟ المجتمعات المسيجة أو المقفولة، إن أنا قافل على ابني وسايبه لوحده، فده اللي خلى إن التوحد يبقى موجود وصارخ. قبل كده انخراقه في المجتمع، وإن يبقى موجود في الشارع ومع ناس والحضانة والمدرسة والأصحاب والشلة، دوب الفروق الاجتماعية، قلل من ظهور علامات التوحد. قد يكون عنده توحد،
لكن هو التوحد ده خلاه يصاحب خمسة بس، فما ظهرش ان هو عنده هو الاندماج طبعا الى حد كبير حتى بيحسن من حالات التوحد. صحيح. بالنسبه للعنف للعند لحتى شده التعلق بالاشياء. صحيح. طيب ده من الاضطرابات السلوكيه اللي ظهر عند الاطفال، وده محتاجه نموذجين. كل اب وكل ام حابب تربي، التربيه مؤلمه ومقلقه وشويه وصعبه، بس برضو ما فيها متعه، فانت لازم تاخد العرض كله. طب تاخد المتعه اللي فيها والدلع والحب والحنان والرعايه، ولازم تعمل حاجتين على فكره. لازم تكون ثابت على موقفك، انا اتفقت مع ابني ان النهارده هصرف 10 جنيه تمام، وهتختار حاجه واحده من السوبر ماركت تمام. ما ينفعش ابنك من اول ما يبدا يعرف ان في حاجه اسمها سوبر ماركت ويختار، تخليه يختار كل الحاجات وانت تفتكر ان دي شخصيه، دي من الحاجات الممنوعه جدا تمام. فبالتالي ضروري جدا ضروري جدا ناخد بالنا من جزئيه مهمه جدا، الا وهي انك تكون ثابت على موقفك وتكرر الموقف. دي اهم نقطه في التربيه عند ابنك على فكره، التجاهل، وتكون ثابت على التجاهل للموقف ده هيخليه يتخطاه، لان هو بيعتبر ان اللي عندي معاك ده اداه تواصل. السلوك العنيد او السلوكيات السلبيه اللي بيعملها تعتبر ادوات تواصل. فالناحيه الثانيه اتجاهلها واكون ثابت على التجاهل، حتى لو بيعيط ويقعد لي على الارض والعشوائيه اللي ممكن يعملها هذا السلوك، تجاهلها بيعمل ليها ازاحه وانطفاء ويبطلها. تمام. الجزئيه الثانيه اكون ثابت على موقفي اني لا، هتختار حاجه واحده، او هنعمل دلوقتي الواجب، او دلوقتي هنغير اللبس، او دلوقتي هرتب الغرفه بتاعتي. بالنسبه للاطفال اللي هو وصلوا 7 سنين أو 9 سنين وطلبت منه ان هو يجهز الغرفه بتاعته وما نفذش الامر، ما تعملهوش. ما تعمليش اي مهام الابن مطلوبه منه بدون ما هو لازم يعملها. طب سريعا دكتور علي، لو انا عايز اعزز الصلابه النفسيه، التعبير اللي حضرتك استخدمه، لاطفالي اعمل ايه؟ 1 2 3 لو عايزين روشته نفسيه على الهواء. حلو جدا. الثقه بالنفس بتيجي من خلال الاب يكون هو واثق من نفسه. ممنوع الاب انه ينتقد ابنه او يقارنه، لازم يتكلم معاه ويحصل ما بينهم تواصل بصري. الحاجات المهمه جدا اللعب وجوده الوقت اللي فيه لعب وهزار مع ابنك، انك تكون حاطط ليه حدود ويمشي عليها وخطوات، وتركز ان الاوامر اللي تديها له يكون هو متفهمها، مش صعب عليه خالص، وتكون ثابت على المبادئ، مبادئ قليله ثابت عليها، وتمدح الحاجات الايجابيه اللي هو بيعملها. خليه ينخرق مع الناس ويتكلم مع الناس، ده بيزود عنده الصلابه النفسيه. خد بالك انك انت قدوه لابنك، ودايما بقول انت زي ما انت، ابنك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. فبالتالي شوف انت عايز عايش ازاي ومهتم بحياتك وحابب حياتك، ده بينعكس على جوده حياتك. السلوك كمان يعني سلوكك انت نفسك قدام ابنك عامل ازاي. صحيح. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علي عبد الراضي استشاري التاهيل النفسي بجامعه عين شمس، نورتنا. تحياتي ليك يا فندم. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء، موجز التاسعة صباحا مع لمياء حمدين. تفضلي لمياء. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السيناتور كريستوفر فان هولن والسيناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جدد الجانبان الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة.
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء الغارات المتواصلة والتي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون جراء الغارات المتواصلة على خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس. كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، حيث أكد أنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع. وأضاف جالانت أن تل أبيب ستستمر في ملاحقة قيادات الفصائل الفلسطينية في الجنوب، لافتا إلى أن العمليات ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 من قذائف المدفعية الساحلية صباح اليوم. وأضافت سول أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في كوريا الجنوبية. وسقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين. هذا وقد أمرت كوريا الجنوبية المدنيين بإخلاء جزيرة ميونغ. قال حاكم منطقة بلغراد بجنوب روسيا إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق مدينة بلغراد، مما أدى إلى إصابة شخصين وألحاق أضرار بأحد المنازل. وكتب حاكم بلغراد على تطبيق تيليجرام إن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة، مضيفا أن النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة. أطلق طالب يبلغ من العمر 17 عاما النار في مدرسته الثانوية بولاية أيوا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل زميل له وإصابة 4 طلاب آخرين وموظف بجروح بحسب ما أعلنت سلطات الولاية. وقال مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في أيوا خلال مؤتمر صحفي إن القتيل في الصف السادس، أي أنه عمره يتراوح بين 11 و 12 عاما، لافتا إلى أنه ليس تلميذا في هذه الثانوية بل كان موجودا فيها على الأرجح لحضور برنامج فطور. وأضاف أن الجرحى الخمسة حياتهم جميعا ليست في خطر. رياضيا، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تنطلق في 13 من يناير بكوت ديفوار. وشارك في المران 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه حديثا. واشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة، بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد التحية على حضراتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الوفاء بالوعد والعهد هو أساس بناء الثقة بين الناس في أي مكان في الدنيا، من القيم الأخلاقية والدينية، سواء كان الوعد ده ما بين الأصدقاء أو الأقارب أو حتى الزملاء في العمل، داخل العمل أو خارج العمل. قيمة إنسانية مهمة جدا جماعة، قيمة مهمة جدا زي ما قلت يا محمد. والحقيقة يمكن أنه من أثار عدم الوفاء بالعهود بتبقى الخذلان، ودي بتبقى يعني من أثار النفسية السلبية القوية جدا، واللي بتؤدي لإحباط كبير جدا لدى الشخص الموعود. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية الوفاء بالوعود. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالشيخ أحمد المشاد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح الخير. صباح النور على حضرتك والسادة المشاهدين جميعا، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك. يعني زي ما كان محمد بيتكلم في البداية، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. أكيد أعتقد أنه أن شخص يلتزم بوعد ده ليه أداب، لأنه صعب جدا. إيه أداب الالتزام بالوعود أو بالعهود في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. هو خلينا نفهم كلنا وندرك كلنا إن الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد هو قيمة إنسانية في الأساس. جاء القرآن الكريم وجاءت الأديان السماوية تؤصل هذه القيمة في نفوس الناس، لأن القيمة دي مبني عليها تعايش الناس في المجتمعات، مبني عليها تعاون الناس في المجتمعات، مبني عليها وجود الأمن ما بين الناس وبعضهم في المجتمعات. علشان كده نجد القرآن الكريم بيؤكد ويؤسس لهذا الأمر في آيات كثيرة في القرآن الكريم. نجد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الحكيم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يجب على كل إنسان أن يفهم إن الكلام اللي هو بينطق بيه مش مجرد ملء فراغ، وإن هو لما يتكلم بكلام الكلام ده كده بينطلق في الهواء سدى، لا، ده الكلام اللي هو بينطقه ده مؤاخذ عليه ومحاسب عليه رقيب عتيد ومسؤول عليه أمام الله سبحانه وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وخاصة إذا كان القول ده متعلق بعهد، إذا كان متعلق بوعد. رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. رب العالمين سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى لما وصفه بصفات كان منها: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة وبلاغ الدين. ربنا سبحانه وتعالى لما يمتدح سيدنا إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى يجب زي ما تفضلت الأستاذة جمانة، من الآداب المهمة جدا إن احنا نفهم إن مسألة الوفاء بالوعد أو الوفاء بالعهد ليست مسألة بعيدة عن الدين، ده هي مسألة من أساس الدين، مسألة نبه عليها القرآن الكريم. وهنا ملمح مهم جدا برضو: الدين في حياة المسلمين ليس قاصرا على الشعائر. صحيح. الدين ليس قاصرا على الصلاة، وليس قاصرا على الصيام أو الزكاة أو أداء الحج أو غيره من الشعائر العبادية للإنسان ممكن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الحديث. صحيح. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن العهد. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة. شيخ أحمد، يعني جميل جدا حضرتك استعرضت لنا يعني دلائل الوفاء بالعهد في الخطاب القرآني وكمان في الخطاب النبوي الشريف. لو اتكلمنا على أرض الواقع الناس والحياة، لأنه بنشوف مع إيقاع الحياة المتزايد والضغوط الشديدة حد يكون وعد حد بحاجة معينة أو التزم فيقول لك أنا يعني تحت تأثير ضغط ما وضغوط الحياة الاقتصادية والإيقاع اللي أنا عايش فيه، ويتهرب من هذا العهد أو هذا الوعد. إلى أي مدى بتشوف هذا السلوك بمنظور ديني والذرائع الخاصة إنه الدنيا يعني بتبقى صعبة على الواحد وغيره كأنها ذريعة لعدم تحقيق الوعد أو العهد؟ خلينا نقول إن في بعض الأحيان بتكون دي ذريعة فعلا، وفي بعض الأحيان ممكن يكون الإنسان يعني مغلوب على أمره أو ليس في وسعه أن يفي بعهده. عشان كده كمان ممكن الإنسان يلزم نفسه بالتزام ديني ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني تحدى رب العالمين سبحانه وتعالى لما امتدح المؤمنين في القرآن الكريم قال: يوفون بالنذر. ما هو النذر ده بيبقى إنسان عاهد الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا ما، ممكن الأمر ده بقى يكون أمر مادي، ممكن يكون أمر معنوي، ممكن يكون مساعدة هيعملها، ممكن يكون عبادة هو الإنسان كلف نفسه بيها. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، ولكن في بعض الأحيان قد يعجز الإنسان فعلا عن الوفاء بهذا النذر. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا أتاه. طب إيه بقى موضوع الذريعة؟ هل ممكن الإنسان بقى يتذرع ويعمل بقى أن الضغوط الحياة وأن يعني الأزمات والمشاكل والكلام اللي زي كده يخليها بقى الشماعة اللي يعلق عليها عدم الإرادة الداخلية عنده أن هو يوفي بهذا العهد أو يوفي بهذا النذر أو يوفي بهذا الوعد؟
تعالوا نخلي السنة النبوية الشريفة ترد علينا رد مهم جدا في المسألة دي. مفيش أصعب من إن إحنا نبقى في معركة في غزوة بدر ومحتاجين لكل رجل من الرجال ومحتاجين لكل مقاتل من المقاتلين إن هم يبقوا معنا في أرض المعركة. اللي حصل إن سيدنا حذيفة بن اليمان وكان معه أحد صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوا يهاجروا من مكة إلى المدينة، وكان ده بعد هجرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم ماشيين في الطريق مسكوهم الجماعة بتوع مكة قريش، مسكوهم قبضوا عليهم هم في الطريق. فيعني سألوهم كده أنتوا رايحين فين؟ فقالوا لهم إحنا رايحين المدينة. فقالوا تقصدون محمدا؟ فقالوا لا نقصد محمدا وإنما نقصد المدينة، إحنا مش رايحين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غاية ما في الأمر إن إحنا رايحين المدينة. فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله مع قريش. فلما ذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا حذيفة بن اليمان بقى يقول كده، أنه ما منعني عن بدر إلا عهدا عاهدته مع قريش. إن هو بقى لما راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سألوا يعني لما وصلوا فحكاله الإيه؟ فحكاله الواقعة. ده كان في غزوة بدر، يقول له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نوفي بعهدنا معهم ونستعين الله تعالى عليهم. يبقى أنتوا زي ما عهدتهم أن أنتوا هم في موقف شديد محتاجين فيه كل راجل، محتاجين فيه كل مقاتل، محتاجين كل مساعدة من كل جندي، يقولوا نوفي بعهدنا معهم لا تقاتلوا ونستعين الله تعالى عليهم. ما فيش أصعب من كده. فيبقاش بقى الإنسان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميسر الأمور وهو يوجد من عندي نفسه ذرائع يتلكأ عليها ويخليها هي الشماعة اللي تقعدها عن الوفاء بالوعد أو الوفاء بالعهد. طيب شيخ أحمد، يمكن الناس شوية ما بتبقاش مدركة قيمة الكلمة زي ما حضرتك قلتها، ومش فكرة بس وفاء بوعد، يعني أنا هعمل كذا أو هنفذ كذا. أحياناً الصداقة بتبقى وعد وعهد، أحياناً أيوة. العلاقات بتكون وعد وعهد. الناس ما بتبقاش شوية مدركة أهمية هذا النوع من الوفاء بالوعود والعهود. نعم. هذه القيمة نفسها الإسلام إزاي بينظر إليها؟ هو يعني ما شاء الله حضرتك أخذت الموضوع من على لساني. يعني فعلاً الوعد والعهد مش مجرد كلمة الإنسان يقولها بس، العشرة وعد. وعشان كده حتى الناس يقولهم ايه يا اخي بحق العشره اللي بيننا. صحيح. العشره اللي بيننا دي مثلا اكنها وعد، اكنها عهد. نقول كده العشره وعد، الاخوه عهد، الصداقه عهد، العلاقه الزوجيه ما بين الرجل وزوجته ده عهد. يعني كل امر من الامور اللي بتكون عند الانسان نوع من الانتماء، ما هو ده كمان يعتبر وعد ويعتبر عهد. الانسان او الولد مع والديه مش محتاج ان هو ياخد على نفسه عهد ولا وعد علشان يكون به مبر مثلا. فزي ما حضرتك تفضلتي، كل شيء عند الانسان ربما الصداقه او الاخوه او 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 من كل هذه القيم تعتبر في حد ذاتها عهدا وفي حد ذاتها وعدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا اعلى في هذه المساله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وهو كان يتعبد في غار حراء، وجاءه الوحي صلى الله عليه وسلم ونزل من على الجبل ونزل من الغار وهو يرتعد، من كان في استقباله وأول من استقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولما وجدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو وعلى هذه الحالة من الخوف، أمنته وواسته وهدأت من روعه وقالت له كلاما أدخل على قلبه الطمأنينة والسكينة. والله دثريني دثريني. نعم. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. كلمات دي نزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وسكينة. نخلي الأيام تروح والزمن يمر وتنتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها، ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها من النساء كثير، ويجي مع حب نسائه إليه السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة إيه بقى؟ تقول والله ما غرت من أحد من النساء كما غرت من خديجة ولم أدركها.
يعني هي ما شافتهاش. يعني في الوقت اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام متزوج فيه من السيدة عائشة، كانت السيدة خديجة انتقلت إلى رحمة الله وما كانتش يعني ما كانتش معاها في الوقت ده. طب هو ليه بقى، ليه بيتغير من السيدة خديجة وهي مش موجودة؟ من شدة وفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرى السيدة خديجة. لما يذبحوا ذبيحة يقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي منها إلى صاحبات خديجة، نوع من الوفاء للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تيجي مثلا في موقف من المواقف اللي فيها غيرة، تغار السيدة عائشة رضي الله عنها وتذكر السيدة خديجة بنوع وتقول يعني أبدلك الله خيرا منها، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيمة الوفاء والالتزام بالعهود ليست فقط قاصرة على المسلمين فقط، لأنه حتى في كثير من المواضع في القرآن الكريم أو حتى في السنة النبوية الشريفة هناك حث على الالتزام والوفاء بالعهود مع غير المسلم، حتى مع المشركين أو مع الكفار أو مع من ليس على ملتي. ده برضو بيضرب مثال على عظمة وقيمة هذه القيمة اللي هي الوفاء والالتزام بالعهود. خلينا نقول أن الإسلام يربي سمتا عاما للأمة. المفروض أن الأمة دي أمة مسلمة، فهي أمة تحفظ العهود، هي أمة تحفظ العقود، هي أمة تحفظ الوعود. ده علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر بالتحديد: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. معناها إيه الكلام ده؟ يعني أمة ليست على يعني ليست على دين الإسلام، وبينهم وبين المسلمين عهد، ربما يكون في قتال سابق او كلام زي كده، وبعدين بقى فيه عهد بالامان وبقى فيه وعد خلاص ان بقى فيه سلام ما بيننا وبين بعضنا. واما تخافن من قوم خيانه، اذا خفت ان هم يخونوك واصبحت الشواهد بتقول ان اغلب الظن ان هم هيخونوك، فاعلمهم ان العهد الذي بيننا وبينكم قد انقضى. على خلاص علشان نكون في حل إن إحنا نتخذ لنفسنا الخطوات والإجراءات اللي تضمن سلامتنا واللي تضمن أماننا واللي تضمن سلامة بلادنا. ربنا سبحانه وتعالى ينشئنا على هذا ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. من قتل معاهد، أصل العهد ده يعني بقى فيه عهد يجب الالتزام به ويجب الوفاء به، وطالما أننا خن العهد فهذه خيانة لعهد الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنها الله ولا يرضى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ أحمد، يعني لماذا نظر الإسلام للوفاء بالوعود والعهود يعني هذه النظرة الكبيرة والنبيلة؟ لماذا؟ يعني ممكن زي ما حضرتك قلت شخص يعطي وعدا أو يقطع عهدا بس ما يقدرش، يعني حصلت ظروف ما قدرش أنه ينفذ هذا الوعد، أو حتى يمكن هو مستهتر بهذا الوعد أو بهذه الكلمة. ليه الإسلام كان حريص على فكرة الوفاء بالعهود والوعود؟ يعني تأثيرها إيه على الشخص اللي أعطى الوعد، وأيضا تأثيرها على الشخص الموعود؟ زي ما حضراتكم ذكرتم في بداية الفقرة مسألة الثقة، هو إذا فقدت الثقة بين الناس، الناس هيتعاملوا ما بينهم وبين بعضهم إزاي؟ الوفاء بالعهود يبني جسور كبيرة من الثقة ما بين الناس وبعضهم. بناء على هذه الثقة ترتب عليها المصالح ما بين الناس، التعاون ما بين الناس، الأخذ والعطاء، ترابط ما بين الناس، يبقى في ترابط نوع من المودة، ويبقى في أمان ما بين الناس وبعضها. أما إذا ما كانش في وفاء بالعهود يبقى خلاص إحنا هنتعامل مع بعض إزاي؟ نبدأ بقى نبني على فكرة ان احنا ناخد على بعض ضمانات وكلام زي كده، ولكن هو طريق طويل ولا ينتهي، نقدر ان احنا نقصره وان احنا نبني جسور الثقة دي بقليل او بالتزامنا بمسألة الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد اذا التزمنا بهذا الامر. يعني في النهاية بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ويا رب دايما حضرتك نكون من اهل الوفاء بالعهد الالتزام بالوعود. آمين يا رب. قيمة إنسانية ودينية وحضارية مهمة جدا. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا، ربنا يبارك في حضراتكم. مشاهدينا فاصل سريع وأخير ونعود لحضراتكم على طول. ما زالت الصحافة العربية والعالمية مهتمة بحصاد ما شهده العام الماضي 2023 من أحداث في كافة المجالات،
إلى جانب طبعا الأحداث في غزة، العنوان والمنشط الأبرز في أغلب المواقع الإخبارية والصحفية في مصر وفي العالم. خلينا يا محمد نتابع مع بعض ونتابع كمان مع حضراتكم أبرز المنشطات في أبرز الصحف العربية والعالمية عن أبرز الأحداث اللي بتحدث في العالم. وطبعا هنبدأ مع حضراتكم بما يحدث في قطاع غزة، وتحديدا هنبدأ معاكم من CNN وتحت عنوان كيف يتحقق السلام. الكاتب الصحفي فواز جرجس بيقول لا أرى ضوءا في آخر النفق، والمبادرة المصرية هي الأهم الآن. بنتابع بكل تأكيد يا محمد ما يحدث في قطاع غزة، وتصاعد أيضا حدة الصراع في قطاع غزة، وتصاعد العنف أيضا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وصلنا حتى أمس حصيلة الشهداء 22,000، تخطت 22,000 شهيد. ويعني الحقيقة أنه الأحداث اللي بتحدث في قطاع غزة هي أحداث غير إنسانية وغير منطقية. وهنعود مرة أخرى يمكن لوصف أنتونيو غوتيريش لما حتى الحروب لها قواعد ولا نرى أي قواعد. عارفة جمانة، السؤال اللي طرحته CNN بالعربية هل يتحقق السلام، ده سؤال اللي بيطرح في كافة الدوائر السياسية ودوائر صنع القرار في العالم. متى يتحقق السلام وكيف يتحقق السلام؟ الفترة الماضية شفنا العديد من المبادرات لوقف إطلاق النار كانت بتصطدم بالفيتو الأمريكي. المبادرة المصرية يوم بعد يوم بتحاول أن تفرض شروطها الفترة المقبلة لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل مباشر في قطاع غزة. من موقع CNN بالعربية وهذا المقال لفواز جرجس كيف يتحقق السلام، نروح مع حضراتكم لافتتاحية هآرتس الإسرائيلية تحت عنوان يجب أن تكون تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمثابة نداء الاستيقاظ. هي دي الافتتاحية لهآرتس اللي بتدعو للحكومة الإسرائيلية لمراجعة قراراتها بشكل مباشر. وكمان مقال مهم جدا بنقراه في الصحافة الإسرائيلية النهاردة في هآرتس، المقال بيتحدث تحت عنوان الطريق إلى لاهاي مرصوف بالدعوات الإسرائيلية لإبادة سكان غزة. ده بالطبع مع بدء دولة جنوب إفريقيا في التحرك بتحريك دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية. تحرك من جنوب أفريقيا جمانة بتتبعه مجموعة من الدول كمان بتناصر هذا التحرك لمقاضاة إسرائيل دوليا وكشف فضائح الإبادة والحرب الهمجية اللي بتشنها إسرائيل على قطاع غزة. بكل تأكيد يا محمد أن تكون هذه هي الافتتاحية لهآرتس الإسرائيلية، أعتقد يعني دي بمثابة أنها توضح ما يحدث في الداخل الإسرائيلي، وأيضا حدة يمكن خلينا نقول التباين وتغير تباين المواقف في الداخل الإسرائيلي. خلينا نروح مع حضراتكم ل يعني نروح من الشرق الأوسط لليابان، وبعد حادث تصادم الطائرة ونجاة كمان جميع ركابها بتتساءل وول ستريت جورنال 18 دقيقة لإخلاء طائرة محترقة، قصة نجاح أم حكاية تحذيرية؟ الحقيقة أنه يمكن تفاصيل هذه الحادثة أنه السلطات في اليابان تحققت يوم الأربعاء بشأن حادث تصادم وقع في مطار هانيدا في طوكيو بين طائرة ركاب تابعة للخطوط اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل، أسفر عن مقتل 5 أشخاص فيما نجا حوالي 400 شخص بأعجوبة من ألسنة اللهب. ووفق آخر حصيلة لقى 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل حتفهم فيما نجا الطيار وحده، لكن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط اليابانية تمكنوا من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارئ قبل دقائق من التهام النيران للطائرة من طراز إيرباص. يعني الحقيقة أنه ما زالت التحقيقات، ما زالت السلطات اليابانية تحقق يا محمد. ويمكن دي كانت من أبرز الأحداث اللي كانت تتحدث عنها الصحف والجرائد العالمية. صحيح. من اليابان وسقوط هذه الطائرة واحتراقها، نرجع مع حضراتكم مرة تانية إلى القارة الإفريقية وحصاد 2023. تقرير مهم جدا في البي بي سي تحت عنوان التطرف المناخي أو المناخي في شمال إفريقيا. بيتحدث هذا التقرير عن حصاد التطرف المناخي في شمال إفريقيا. الحكومات الإفريقية غير مستعدة في إطار ما يسميه الخبراء بالتطرف المناخي وانعكاسات ذلك على هذه الدول بشكل كبير. زي ما احنا عارفين أنه القارة الإفريقية هي أكثر القارات في العالم تضررا من التغيرات المناخية، مع أنها هي أكثر القارات
سببا او تسببا في اصدار التلوث او ارتفاع درجه حراره الارض بشكل كبير، لكنها بتدفع فاتوره ما تقوم به الدول الصناعيه الكبرى. مقال مهم جدا في موقع بي بي سي بيتحدث عن التطرف المناخي في الدوله الافريقيه وضروره يعني تقديم العديد من المشروعات الخاصه بالتكيف البيئي في القاره الافريقيه، وتقديم حزم تمويليه أكبر للدول الإفريقية لمواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي على القارة الإفريقية. جمان، الحقيقة محمد كمان تابعنا خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ، تابعنا حرص مصر على أنها تبرز هذه النقطة تحديدا، وأنها تتحدث عن أنه القارة الأفريقية هي من أكثر القارات اللي متأزمة بسبب التغير المناخي، بالرغم من أنها من أقل القارات اللي ممكن تكون تسببت في الإضرار بالبيئة، وعلى العكس يمكن الدول الصناعية الكبيرة هي التي تسببت بشكل أكبر بكثير في هذا التغير المناخي والإضرار بالبيئة بشكل كبير جدا. وكانت دائما حقيقة مصر حريصة على إبراز هذه النقطة، وكانت حاضرة بملف قوي جدا يا محمد، يمكن صحيح. كمان حتى لهذا الملف أخذ به بالفعل في القمة 28 في دبي، المناخ في دبي من شهور قليلة. كان الحضور المصري هو حضور بصوت أفريقي، يعني كانت مصر بتتحدث عن معاناة القارة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتم تفعيل الفكرة اللي خرج منها مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ، فكرة صندوق الأضرار والخسائر، وتفعيل هذا الصندوق بشكل كبير، ومحاولة التزام بعض الدول الكبرى بالوفاء بتعهداتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية تحديدا في القارة الإفريقية. العنوان لافت جدا جمانة، فكرة التطرف المناخي، وفكرة كمان أن الحكومات الإفريقية يعني في تفاصيل التقرير غير مستعدة طبعا لأزمات مالية واقتصادية كبيرة بتمر بها دول القارة الإفريقية، فهي غير مستعدة لمواجهة آثار هذا التغير المناخي، وده بيضع يعني متطلبات أو أدوار مهمة جدا على الدول الكبرى للوفاء بتعهداتها والتزاماتها بتقديم التمويل. صحيح، يمكن حتى مصطلح التطرف المناخي أعتقد أنه مناسب جدا، لسبب أنه إحنا مؤخرا بالفعل بقينا بنتابع أنه العالم كله بيتأثر. زي ما حصلت جائحة كورونا، كانش في أي حد بعيد عن التأثر بما يحدث جراء جائحة كورونا. أيضا يمكن الأزمة أو تغير المناخ بشكل عام تابعنا مؤخرا من حرائق لجفاف لحتى نزوح بسبب الجفاف اللي بيحصل بأرقام كبيرة جدا، وأيضا تقلص المساحة المنزرعة، أحداث كتير جدا بتحصل يا محمد. كل ده حقيقي هو جراء التغير المناخي، وبات خلاص واضحا، ولم يعد ممكن نقول ملف هامشي او مهمش على في اجندات الفعاليات الكبرى. صحيح. بالعكس بقى من اهم المواضيع او الموضوعات اللي بتناقش دلوقتي يا محمد. صحيح فعلا، ما بقاش ملف هامشي، وليس من الرفاهيه الحديث عن التغيرات المناخيه، هي قضيه محوريه لكل شعوب العالم، وعلى اجنده زعماء ورؤساء العالم مواجهه التغيرات المناخيه في مختلف قارات العالم. ده كان قراءه سريعه كده مشاهدينا لاهم العناوين والمنشطات والصحافة العالمية. العنوان الأبرز والأهم طبعا أحداث غزة اللي كانت متصدرة المواقع، وكمان الحديث عن التغير المناخي وما تواجهه القارة الإفريقية من تداعيات للتغير المناخي. كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، جمانة ماهر ومحمد عبدو، كنت سعيدة وانا معك جدا النهاردة يا محمد. جمعة مباركة على حضراتكم جميعا، مرة تانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.